اهلا وسهلا وين ما كنتم متابعي قناة السعودية، مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من السعودية. موعدنا معكم ثابت ويتجدد كل يوم جمعة وسبت. اليوم عندنا مواضيع ان شاء الله مختلفة ومتميزة أقدمها أنا وزميلتي نهى يسعد مساكن. يا أهلا وسهلا عبد العزيز، مساك الله بكل خير، حياكم الله مشاهدينا ومساكم كل السعادة والجمال. اشتقنا لكم على مدى أسبوع كامل، الحمد لله جت اللحظة اللي دائما تتجدد بمتعتنا وسعادتنا معكم. خلونا نشوف مثل ما عودناكم أبرز عناويننا ومواضيعنا حلقة اليوم برنامج من السعودية. سخاء دعم للمجتمع واستدامة للمشاريع. وأكثر من مليون طالب وطالبة في اختبارات نافس. شهرة المتعافين وانتشار تواجدهم التوعوي. إذن كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذا اليوم، الآن نتابع أبرز ما جاء من أخبار في المشهد السعودي الأسبوع الماضي. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يوجهان مركز الملك سلمان للإغاثة بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة ساهم لصالح الشعب السوداني. مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء برنامج باسم برنامج سخاء لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة. وزارة المالية تصدر تقرير أداء الميزانية العامة للدولة في الربع الأول من السنة المالية 2023. الجوازات تمديد مدة الإقامة لتأشيرات المعتمرين السودانيين وإطلاق خدمة استضافتهم عبر أبشر. الحج والعمرة تنفذ فرضية الاستعداد المسبق استعداداً لحج هذا العام. الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 4.1% في مارس لعام 2023 مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق. وزارة البيئة والمياه والزراعة ارتفاع حجم انتاج المياه في المملكة إلى 12.80 مليون متر مكعب يومياً خلال 2023. المملكة من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية بنسبة سنوية تتجاوز 32%. المركز الوطني للنخيل والتمور، المملكة ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال. لازم نبدأ معاكم بقصصنا الجميلة والتقارير اللي عدونها زملائنا وفيها كثير من الإيجابية، خصوصا لما نتكلم عن الشغف والهواية واللي هم عاملين رئيسيين في نجاح المصممة عواطف التميمي واللي تحملت التعب عشان ممارسة هوايتها اللي تعشقها وحققت فيها نجاح كبير. خلونا نشوف قصة عواطف مع زميلنا سلمان السليس. موهبة منذ الصغر زرعتها والدتها بها،
فتنامت وكبرت حتى أصبحت مصممة وتصنع للآخرين العيش في مكان جميل. هواية قد تكون إني اكتسبتها من أمي، كانت من الصغر تحب تجدد بالأثاث وتغير وتلجأ لي بالرسم، فبشوي شوي تنمت الهواية. الأذواق تختلف وكل إنسان له ذوقه الخاص وعواطف، استطاعت أن تكسب أذواق كثيراً من الناس بتصاميمها. أحب إذا استلمت المشروع أني أزور المشروع وأغطي تغطية ميدانية وأعيد زيارة المشروع أكثر من مرة بدون ما أرجع للعميل أو سواء كان عميل أو مطور عقاري. زيارتي للموقع أكثر من مرة تعطيني تصور للمكان، أبدأ أنا بالنسبة لي في مخيلتي أرسم هنا اللي راح تكون هنا جلسة، هنا راح تكون طاولة الطعام، هنا فيعطيني تصور كامل، والديكورات الجدارية ممكن أستخدمها ومنها أنطلق عدد التصميم. في مصممين يحبون أن يكون بالنسبة لي في تصميم 3D بحيث أني أنا أعطيه التخيل والتصور ودرجات الألوان، في بعض العملاء لا، يعطيني الحرية للانطلاق. كل عمل به صعوبات، ولكن قليلا جدا من يتجاوزها. عواطف تعايشت مع هذه الصعوبات. كل الصعوبات بالنسبة لي تتذلل مقابل أنه بعد ما ينتهي المشروع أشوف إعجاب الجمهور، سواء كان العميل سواء المطور عقاري، إعجاب أيا كان، لو كان شخص بسيط بيقول لي هذا بالنسبة لي ذوق، هذا يكفيني. يا ترى من هو الداعم القوي لعواطف في موهبتها؟ للأمانة الداعم الأول والأخير هو زوجي، يعني كان بالنسبة لي مقدر للعمل، لأن عملي أنا يتطلب خروج كثير، يتطلب مخالطة مع الموظفين مع العمال مع فريق العمل، عمل دائم، اتصالات دائمة، فكان بالنسبة لي يتجاوز عن هذا الانشغال وبنفس الوقت يدعمني. الاستمتاع في العمل يجده الهوى لكل أعمالهم، عواطف متعتها وسعادتها في التصاميم بالرغم من أنها متعبة لها. وفي أولى مواضيع حلقتنا لهذا اليوم، حيث انطلقت الاختبارات الوطنية نافس التي تعقدها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم بهدف قياس التحصيل التعليمي لطلبة المدارس والإسهام في تحسين وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها. معنا عبر الهاتف الحديث عن هذا الموضوع مدير إدارة تطوير التقويم المدرسي في هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور فهد الكناني. حياك الله دكتور. حياكم الله أستاذ عبد العزيز وأيضا السادة المشاهدين أستاذ نهى، حياكم الله جميعا. يا مرحبا. بداية خلينا نتكلم عن هذا الاختبار، يعني ما هي الاختبارات الوطنية نافس، يعني عرفها للناس. بداية نشكر لكم الاستضافة، وحقيقة يعني أجدها فرصة أن نلتقي في ظهيرة هذه الجمعة في هذا الوطن، وطن الخير والعطاء والنماء، ونتحدث عن مشروع وطني. الاختبارات الوطنية أخي الكريم أستاذ عبد العزيز هي مشروع وطني تنفذه الهيئة حقيقة بالتكامل والشراكة مع وزارة التعليم في جميع مدارس المملكة الابتدائية والمتوسطة. كما ذكرت في بداية حديثك تهدف إلى قياس التحصيل التعليمي لطلبة المدارس بما يسهم بإذن الله في تحسينه وأيضا تحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين مدارس ومكاتب وإدارات التعليم، بالإضافة إلى قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية الهامة في برنامج تنمية القدرات البشرية. يعني لعلي أؤكد مهمة أن الاختبارات الوطنية نافس هي تطبيق المبدأ لا يمكن تطوير شيء دون قياسه، هي كونها يعني من المتطلبات الرئيسية لضبط ورفع جودة مخرجات التعليم المدرسي، وكذلك تقدم يعني قياسا موضوعيا ودقيقا لمستوى التحصيل التعليمي المدرسي، مما يمكن صانع القرار والمهتمين والمارسين من إجراء عمليات التطوير والتحسين وفق نتائج موضوعية ودقيقة. جميل. دكتور فهد، يعني هو هذه النسخة الثانية من الاختبارات، يعني كان في نسخة سابقا النسخة الأولى، يعني هل في فرق
من ناحية المجالات، من ناحية الأسئلة، من ناحية كمان الفئة المستهدفة اللي أجريت عليها هذه الاختبارات؟ جميل أستاذ رحمة، ودائما هذا السؤال يعني مهما يعني نبين موضوع آخر، وهو اختبار هذا الموسم الثاني للاختبارات الوطنية نافس، وقد سبق العام الماضي أن طبقت على جميع المدارس بشمولية وكذلك أيضا بتكامل كبير. هذا العام فيه يعني بعض الفروقات عن العام الماضي، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، أنها كانت العام الماضي تطبق على عينة من طلاب الصف الثالث الابتدائي والصف السادس والصف الثالث متوسط، ولكن بهدف الدقة والموضوعية في البيانات وكذلك أيضا الشمولية، لأنها يعني يخطط لها أن يبنى عليها قرارات وكذلك أيضا يعني توجهات على المستوى الوطني، فهذا العام تطبق على جميع طلاب الصف الثالث وجميع طلاب الصف السادس وجميع أيضا طلاب الصف الثالث متوسط. أما المجالات فهي نفس المجالات في الرياضيات وكذلك أيضا العلوم والقراءة، وهي أيضا المجالات المستهدفة في الاختبارات الدولية، حيث تعد أيضا الاختبارات الوطنية داعم وتنمي كثير من المهارات المستهدفة في الاختبارات الدولية. هي اختبار يوم واحد فقط دكتور صح؟ لا طبعا، هي تنفذ على مدى أسبوعين. بدأت حقيقة من بداية مطلع هذا الأسبوع، وبخطة يعني محكمة، ويعني أجدها فرصة حقيقة أن أشكر هنا الزملاء في إدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس، وقبلهم الزملاء في وزارة التعليم على تعاونهم حقيقة وتكاملهم وإدراكهم لأهمية هذه الاختبارات على المستوى الوطني، لأنها تقيس حقيقة كثير من المؤشرات اللي نحتاج أن يكون لدينا خط أساس يساعدنا بإذن الله تعالى في تفقد المراحل التعليمية. فهي تطبق على مدى أسبوعين لجميع مدارس المملكة وفق خطة حقيقة بالتكامل مع وزارة التعليم. طب يعني احنا نحتاج لأكثر من نسخة حتى تتبين بعض السلبيات الموجودة من أجل تطويرها؟ يعني احنا عندنا نسخة واحدة، السنة هذه النسخة الثانية، نحتاج إلى كم من النسخ حتى تتبين بعض الثغرات اللي ممكن نطورها في المستقبل؟ جميل أستاذ العزيز هذا السؤال، وحقيقة هو سؤال مهم. نحن تجربة المملكة تجربة ثرية في إجراء الاختبارات بشكل عام من خلال هيئتكم، هيئة تقييم التعليم والتدريب، سواء اختبارات الموجهة للطالب أو أيضا للمعلمين في رخص المعلمين أو كذلك المؤسسات التعليمية ولدى المدرسي للتقييم والاعتماد المدرسي. هي الاختبارات الأداء ليست فقط يعني في سياسة الميدان والمخرجات التعليمية وأداء التعلم، ليس فقط من خلال اختبارات وطنية، وإنما لدى الهيئة كثير من الأدوات التي تتكامل مع بعضها لتؤدي بإذن الله تعالى لتقرير شامل. الاختبارات الوطنية نافس كما ذكرت بحاجة إلى أن تعاد أكثر من موسم بالدرجة أو بالمدة التي حددها الخبراء والمختصين. المهم أن لدينا الآن خط أساس يبنى عليه، بعد ذلك نستطيع من خلال إجراء المقارنات، وهذه نقطة حقيقة جوهرية مهمة أن نعرف هل نحن تطور ايضا. ليس الاختبارات لا فقط مثلا من مستوى منخفض او متقدم او غير، هذا جيد، لكن نحن نريد ان نعرف هل نحن على مستوى السنوات ابتداء من العام الماضي وهذا العام الذي سياتي بعده ان شاء الله تعالى، هل نحن نتقدم وهل هناك فعلا يتلقى الطالب في كل مرحله المهارات المستهدفه التي اهتدها برنامج تنميه القدرات البشريه بما يحقق باذن الله تعالى تطلعات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين الذي يعني اعطى التعليم اولويه خاصه ودعم اعتقد انه يعني مضرب على مستوى العالم. دكتور فهد، اللي يشوف الاعلان عن النسخه وتفاعل الناس معها واهتمام اولياء الامور، برضو الواحد يجي في باله سؤال يقول وش اللي بينعكس عليه في جوده التعليم؟ لما نشوف هالاختبار وكل مره مختارين انتم فئه مستهدفه وكل مره مغيرين معايير الاسئله والمجالات، يطرح هذا السؤال في الذهن انه وش بيصير على التعليم في تطويره وجودته؟ جميل أستاذ نوها حقيقة، وإحنا الآن نشعر أن فعلا بدأنا الحمد لله أن الهيئة حققت بالتكامل والتعاون مع وزارة التعليم هذا الوعي الذي نسمع اليوم يطرح على المستوى يعني الإعلامي وعلى مستوى يعني الساهمين وكذلك أيضا حتى على مستوى أولياء الأمور. لعلي أؤكد على نقطة وأشير نقطة هنا، أن الهيئة تسعى إلى تحقيق أهدافها الرئيسية اللي ترى الرامية إلى ضمان وضبط ورفع جودة التعليم والتدريب في المملكة،
حتى نصل الهدف الأسمى وهو إعداد يعني مواطن منافس عالميا. وبالتالي أعيد وأكرر أنه لا يمكننا نطور شيء دون قياسة، ولكن يجب أن نحدد أن القياس يحتاج أن يكون موضوعي ودقيق، ونراعي فيه كافة المتطلبات بالتكامل مع أولياء الأمور، بالتكامل كذلك أيضا مع كافة الجهات ذات العلاقة. نقطة ثانية مهمة أن الناس تسأل دائما، وهذه نقطة مهمة، عن بيانات ونتائج هذه الاختبارات والتقييمات، أين ستذهب وكيف يتم التعامل معها. الحقيقة الهيئة حرصت على أن تكون يعني هذه البيانات شفافة وواضحة للجميع، ولعل مثال على ذلك مؤشر الترتيب اللي هو معلن الآن على موقع الهيئة وصدر من العام الماضي، تنعكس بعض النتائج التي أجريت اختبار القدرات التحصيلية، ومستقبلا إن شاء الله سيكون عليه أيضا هذه بيانات التقييم المدرسي والمدى المدرسي، وكذلك الاختبارات الوطنية نافس. وتهدف يعني حتى ليس فقط لصناع القرار والمسؤولين المارسين، حتى أولياء الأمور من حق من يطلع على هذه البيانات. طب خلينا أوقف عند النقطة هذه معلش دكتور، أنت تكلمت عن أولياء الأمور، أنا أحتاج منك يا دكتور كلمة، لأنه تقع على كاهل ولي الأمر مسؤولية كبيرة فيما يخص هذا الموضوع من أجل التوعية. يعني كيف لولي الأمر أن يوعي ابنه بأنه ترى الآن أنت وما قدمت يداك، الآن الموضوع تنافسي أكبر في اختبارات قياس، البلد تحتاج إلى تخصصات دقيقة من ضمن مستهدفات رؤية المملكة، ما عاد في واسطات، أنت وما قدمت يداك. كيف لولي الأمر أن يساعد في هذه في هذا الاختبار؟ جميل جدا. كما نعرف ان الدور اولياء الامور محوري وهام، ومرينا حقيقه ومر البلد والوطن بتجربه يعني في ايام جائحه كورونا، وراينا كيف تفاعل الاسر وادركوا يعني دورهم الاساسي والرئيسي في تعلم الابناء، وان دورهم اساسي ولا يقل عن دور المؤسسات التعليميه والمدارس. لذلك حقيقه نشكرك على هذا السؤال، لان يجدها فرصه ان اوجه رساله الى أولياء الأمور، وأنا وأنت والجميع منهم، أن دورنا وطني ودورنا هام. لا يمكن للمؤسسات التعليمية وأيضا الجهات التقويمية والجهات الرقابية أن تنجح إلا بتكامل أدوار في مقدمة الأسر. نعم. ولذلك نحتاج إلى دعمهم، وكذلك أيضا إلى متابعة الأبناء متابعة دقيقة، إلى توفير كافة المتطلبات. ونقطة مهمة لعل يشير إلى التواصل الدائم مع المدرسة للمتابعة، ولكذلك أيضا تفقد مدى تقدم الابن، أيضا الحماية الاجتماعية والأسرة هي حاضنة. لذلك عملت الهيئة حقيقة مشروع تعزيز الوعي المجتمعي انطلاقا من مبدأ الحفز السلوكي، بأنه يعني نحتاج فعلا الأسر دورها رئيسي ومحوري، لا نريد فقط المشاركة في عمليات التقويم وإدراكهم لدورهم، بل كذلك أيضا في دعم الأبناء. نعم. وهم الحاضنة الأساسية والرئيسية، والتجارب كثيرة تثبت أن الابن عندما يكون وينشأ في أسرة يعني فيها كافة العوامل المهيئة للتعلم، بإذن الله يصبح مواطن منافس عالميا، ويساهم في بناء الوطن وفي إنتاجيته. لا سيما يا أخي سيد عبد العزيز لدينا عقول، ورأينا كيف أبنائنا تميزوا على مستوى الوطن في كافة المجالات وأثبتوا جدارتهم حتى أصبحوا مضرب مثل. فحقيقة هذا يحملنا جميع مسؤولية، كل على حسب يعني صحيح. مكان، والإعلام حقيقة يجده شريك في هذه. بالفعل دكتور، يعني وإحنا كمان يعني نوجه أولياء الأمور أنه كل هذه الجهود لأجل النشء اللي موجود في البيت اللي حيصبح بإذن الله فرد فاعل على مستوى العالم. نشكر ضيفنا مدير إدارة تطوير التقويم المدرسي في هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور فهد الكناني. أكيد احنا مستمرين معاكم، بقي الكثير الكثير في من السعودية، لكن بعد هالفاصل. حياكم الله. راح نتكلم عن إحدى مشاريع التنمية المستدامة، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء برنامج باسم برنامج سخاء لدعم المجتمع من خلال تبني مشاريع تنموية مستدامة. للحديث أكثر ينضم معنا الخبير والمستشار الاقتصادي دكتور إياس البارود. حياك الله دكتور إياس. الله يحييك، يا أهلا وسهلا. يا مرحبا.
يعني بداية دكتور خلينا نعرف المشاهدة عن معنى المشاريع التنمية المستدامة. نعم، في البداية طبعا شكرا لكم على الاستضافة، ودعني أستغل هذه الفرصة بتقديم عظيم الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بقبول مجلس الوزراء لهذا البرنامج العظيم. طبعا عندما نتكلم عن تنمية مستدامة فنحن نتكلم عن بنية تحتية مستدامة تخدم جميع المشاريع التعليمية والصحية والاجتماعية. طبعا الدول العظمى والمملكة العربية السعودية منذ تأسيس رؤية 2030 تقدم إصلاحات اقتصادية عظيمة وتعدد مصادر الدخل بتوجيه من مولاي خادم الحرمين الشريفين، وكل هذه البرامج التي تدعم التنمية إن كانت اجتماعية أو اقتصادية فهي من أولويات وأولياء الأمر في المملكة العربية السعودية. طبعا عندما نقول تنمية مستدامة هو داعم مشاريع إن كان من أفراد أو من مؤسسات أو من الدولة أو من مؤسسات شبه حكومية لدعم قطاعات مهمة هي عصب الدولة، مثل التعليم، مثل الصحة، مثل دعم الأطفال، أمور كثيرة، بناء البنية التحتية لبعض القرى البعيدة قليلا عن التطور والعواصم. وهذه لماذا سميت تنمية مستدامة؟ لأنها تقوم هذه التنمية إلى ما لا نهاية، إلى جميع الأجيال القادمة، ليست برامج مؤقتة فقط نستفيد من الدعم الحالي لها ثم تنتهي، بل هي برامج تنمية مستدامة تعود على الدولة أيضا في المستقبل بنتائج اقتصادية عظيمة وبتقييم دولي أيضا عظيم. دكتور خلينا لما نتكلم عن مشروع مثل مشروع سخاء، يعني مشروع يرتكز على 100 فرصة تنموية وثلاث ركائز استراتيجية، ويمكن الميزة في مشروع سخاء أنه يملك ناتج محلي غير نفطي أثر اقتصادي له، فكيف نقدر نتكلم عن هذا الأثر اللي بإذن الله حنشوفه خلال الخمس سنوات الجاية؟ نعم، عندما نقول 20 مليار ريال خلال الخمس سنوات، وأنا أتوقع أن يزيد هذا الرقم، لأن من هذه في البداية تقدر ميزانيتها بهذا الرقم، ولكن عندما تكون في بعض الدول المتعطشة مثل المملكة العربية السعودية، والآن المملكة في إصلاحات اقتصادية عظيمة وفي تحول وطني كبير وفي رؤية 2030، فأتوقع أن هذا الرقم سيزيد بكثير، ولكن التقديرات المبدئية تقول 20 مليار ريال. ولكن عندما نقول أيضا استراتيجيات هذه البرامج التنمية المستدامة لها مزايا عن البرامج الأخرى أو عن مشاريع الحكومية. دكتور بس إذا سمحت لي، من ضمن المزايا هل في إمكانية للتوظيف؟ دام الافراد الفرد له دور مهم في هذه المشاريع. كلمني عن الموضوع تحديدا. يعني ما في شك هي تعتمد هذه البرامج بالاصل على الافراد وتشجيعهم، هم الباذلين بانفسهم، تشجيعهم لتحقيق اعلى رغباتهم. طبعا عندما اقدم انا كدولة او كوزارة الموارد البشرية لهؤلاء الباذلين البنية التحتية لاستثمار مشاريعهم، هناك فرص عظيمة للتوظيف، هناك تخفيض كبير من نسبة البطالة، هناك فائدة عظيمة على للأفراد وللمواطنين من هذه المشاريع. عندما أقول هذا الباذل له عنده دراسة جدوى لفتح مشروع علاج السرطان للأطفال
والدولة توفر له الأرض وتوفر له المبنى، وهو يقوم بالدعم ويقوم بإدارة هذا المشروع. هذا أثر عظيم. عندما أقول أن هناك بعض الباذلين يريد فتح مصحة للإدمان والدولة تقوم بمساعدته بإعطائه أرض ومبنى، وهو يقوم بجلب الخبراء وجلب الأطباء والاستشاريين وإدارة هذا البرنامج. دكتور أبكم، بس دمك دخلت في الهيكلة الآن. نعم. وأنت تتكلم جاء في بالي. نعم. موضوع الركائز. الركائز. نعم. ودنا نعرفها، ثلاث ركائز للبرنامج، دامك دخلت في موضوع الهيكلة والتأسيس. نعم. للمشاريع. ما في شك، طبعا أهم ركيزة من هذه الركائز هي تشجيع البادل، البادل اللي هو الفرد المستثمر في هذا البرنامج. طبعا هذا التشجيع كيف يعني تشجيع؟ يعني تسهيل جميع الطرق الإدارية لهذا البادل لأخذ هذا المشروع وبدء إدارته، بناء طبعا على دراسات جدوى وتخصصات أقرتها وزارة الموارد البشرية طبعا. والركيزة الثانية وهي المهمة جيدة ومهمة جدا، اللي هي تطوير الفرص الاستثمارية أيضا المهمة فقط في اقتصادية واجتماعية، وهذه سيكون لها أثر اقتصادي على الدولة ومصدر دخل بعيد عن النفط، وأيضا توظيف وتقليل يعني من دكتور البطالة. دكتور. نعم. يعني مثل هذه المشاريع ودعمها، ألا تعتقد بأنها تصب في مصلحة جودة الحياة؟ ما في شك، هي من أهم أهداف جودة الحياة بجميع الدول، وهي عصب الحياة في الأصل. عندما أقول تنمية اجتماعية مستدامة، يعني تخصص التركيز على التعليم، التركيز على الصحة، التركيز على كبار السن، التركيز على الأطفال، وجميع المجتمعات العظمى الآن أصبحت وصنفت من المجتمعات العظمى بسببهم على هذه الفئات الأربع أو الخمس من تطوير التنمية المستدامة لها. دكتور، خلينا نوسع الدائرة شوي ونتكلم، دامنا نتكلم عن مشروع تنمية مستدامة، كيف ممكن نقرأ الأثر الخارجي خارج حدود المملكة على مستوى العالم؟ دعيني أتكلم بنكهة سياسية اقتصادية سياسية. طبعا الكل يعلم لا يوجد اقتصاد بلا سياسة، ولا توجد سياسة بدون اقتصاد. عندما أصنف أنا من هذه الدول الاقتصادية والسياسية التي تهتم في برامج التنمية الاجتماعية المستدامة، لها أثر اقتصادي وسياسي يعود على هذه الدولة وجلب استقطابات استثمارية كبيرة، وأيضا تقييم سياسي وأيضا حقوقي لهذه الدولة يختلف عن تقييم الدول التي لا تهتم بالتنمية الاجتماعية السياسية. طيب، أنا عندي سؤال قد يكون الأخير. اللي يقرأ الخبر ويعني يقرأ عن المشاريع المستدامة في التنمية يقول لك. نعم. طيب وش العائد الاقتصادي لمثل هذه الأمور الاجتماعية البحتة؟ نعم، طبعا هي اجتماعية غير ربحية. العائد الاقتصادي هي على المدى الطويل. عندما أتكلم عن تدوير الأموال داخل المملكة العربية السعودية، عندما أعالج المدمنين والمرضى وأركز على التعليم داخل المملكة العربية السعودية، سيهتم المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية من تعليم ومن صحة ومن علاج، وسيتم تدوير الأموال داخل المملكة العربية السعودية. هي سلسلة متكاملة يعني، خلينا نقول. نعم، ما في شك سلسلة متكاملة، ومشروع متكامل، مشروع عظيم جدا طبعا. ولا ننسى أيضا أن هذه المشاريع ستوفر فرص وظائف عظيمة. عندما أتكلم عن مشاريع بـ20 مليار، وهذا رقم تقديري،
وسيتم، وأنا متوقع ومتأكد جيدا سيزيد هذا الرقم بكثير، عندما أتكلم عن 20 مليار ريال في برنامج واحد في وزارة واحدة تم إطلاقه من وزارة واحدة، كم سيخلق فرص عمل للمواطنين. كل الشكر لك ضيفنا الخبير والمستشار الاقتصادي والسياسي الدكتور إياس آل بارود، شكرا جزيلا لك متحدثا عن مشروع السخاء. الشكر لك. طبعا حننتقل وياكم للبحر، مستحيل تمر حلقتنا ما نروح للبحر. سؤال بس، عندي سؤال بس، قل لي، قد رحتي الهابمون زمان؟ طبعا طبعا. كان ترى في مشروع تطوير الحين حيكون احلى واجمل، بس اول كانت لنا ذكريات فيه جميله لانه كان على بساطه. طيب لحظه، وش الذكريات الجميله؟ اما تسالني تقول لي راح يكون، والله ذكريات جميله. كنا نروح انا والشباب ايام الجامعه، اي نقرر يوم الاربعاء، اي وعلى طول على الشرقيه نروح نخيم، نجلس يومين على البحر. طبعا لازم الايس كريم والدبه كل شيء، وذبيحتك معك، وكل نفس الطقوس الجميله من اجمل الشواطئ. اي والله جميل. أي والله الان بظهر راح يكون في اعاده تفعيل هذا الشاطئ، وحيكون بشكل أجمل يعني. بإذن الله. طبعا حننتقل لزميلتنا هدى الغامدي واللي موجودة هناك بشاطئ نصف القمر، وهو واحد من الوجهات الجميلة لكل المتنزهين يستمتعوا بالرياضات البحرية المتنوعة وبكل النشاطات. يسعد مساك يا هدى، مستعجلين نبغى نشوف وش الأجواء عندك. يا سلام على منظر البحر يا هدى، يا سلام. شكلها في قارب صح؟ خذي راحتك. شكلها في قارب، خذي راحتك. عطينا عليك بالخير. أكيد نهى وعبد العزيز، أمسي عليك بالخير أكيد نهى عبد العزيز، على كل مشاهدي القناة السعودية، وإن شاء الله يا رب عطلة نهاية أسبوع سعيدة ممتعة مثل ما احنا مستمتعين بشاطئ نصف القمر. وهنا أنا أدعوك نهى وعبد العزيز، تعالوا عيشوا الذكريات مرة ثانية معنا في شاطئ نصف القمر. طبعا مثل ما قلتي نهى، يعتبر شاطئ نصف القمر هو أحد أهم الوجهات السياحية اللي كثير بيجون الزوار ومتنزهين، مش بس من المنطقة الشرقية، أيضا من خارج المنطقة الشرقية، من دول الخليج، وأيضا من المناطق الثانية. طبعا اللي يميز هذا الشاطئ انه عبد العزيز انه طوله اكثر من 700 كيلو، يعني ما شاء الله امتداد كبير جدا، وعمقه 22 قدم، وفي بعض الاحيان ينخفض الى 50 قدم. طبعا سمي، خلينا اقول لكم ليش شاطئ نصف القمر، لان شكله مثل انحناء نصف القمر، واطلق عليه الخواجات اللي قبل 80 سنة تقريبا الهاف مون، لانه كانوا كثير يترددون ويجون لهذا الشاطئ. ومثل ما قلتي انه عبد العزيز مش بس الرياضات البحرية، أيضا الرياضات البرية اللي تقام فيه مثل الدبابات البرية، ركوب الخيل، أو بالنسبة للرياضات البحرية أكيد فيه الصيد، السباحة، القوارب، طيران الشراعي مثل ما احنا شايفين الدبابات البحرية. التقينا هنا في هذا الشاطئ بأحد الزوار، خليني أمسي عليك بالخير وسعيدين فيك على شاشة السعودية. يا مساء النور، الله يعطيك العافية، تقبل الله طاعاتكم وجمعكم وارض إن شاء الله. الله يعطيك العافية. بالتأكيد يعني خليني أقول لك، حنا متعودين حنا في المنطقة الشرقية دائما وجهتنا بحر، فخليني أتكلم عن كيف بدت قصة حبكم للرياضات البحرية. للأمانة ما أخفيك، المنطقة الشرقية ما شاء الله فيها أكثر من بحر. إذا جينا نتكلم عن الخبر، كورنيش الخبر، إذا جينا نتكلم عن الدمام، كورنيش الدمام، الهافمون، الآن إحنا في الهافمون. وطبيعي أغلب العوائل في المنطقة الشرقية نهاية الأسبوع يجون البحر، يتنزهون في البحر. نعم. وبعد كيف بدأت قصتك أنك أنت تمارس الرياضات البحرية؟ القصة للأمانة يعني ممكن مش من الطفولة، يعني للأمانة يعني من 12. أي نعم، بدأت مع العمان والخوال مثلا، نيجي هنا للزيارة نلعب دبابات بحرية. طبعا في البدايات كنا متخوفين نوعا ما، لكن مع الوقت الحمد لله الأمور طيبة. نعم. إيش أبرز هذه الرياضات اللي تبي تمارسها هنا؟ للأمانة الدباب البحري رقم واحد عندي، والباراشوت نعم، والسباحة برضو. المنطقة الشرقية يعني ممكن إذا مو نص المنطقة الشرقية يسبحون ممكن الكل. نعم. أكيد. نعم. طب وبالنسبة للصيد، هل جربت أنك تمارس هواية الصيد أو عندك الهواية هذه؟ نعم، نطلع تقريبا كل 3 أشهر بحر الجبال نطلع نصيد. اللي يميز كمان في شاطئ نصف القمر انه في اماكن للصيد ويصطادون، يقول لك حتى هامور كبير. نعم صحيح، الهامور على قولتهم الهامور الخليجي غير عن الهامور الغربي. طبعا نعم، احنا اصلا في المنطقه الشرقيه والمناطق الساحليه عاده بيتميزون انه كل ويكند وكل، خلينا نقول كل جمعه، لازم يتغدون سمك او يتغدون اكله بحريه. صحيح، احنا تونا متغدين سمك للامانه.
فغالبا يعني روتين اسبوعي اذا مو شبه يومي في المنطقه الشرقيه، واذا جونا زوار من خارج الشرقيه لازم نكرمهم على سمك. بالعافيه عليك، الله يعطيك العافيه، اتمنى لك ان شاء الله وقت ممتع انت والاسره الكريمه. الله يحفظكم، شرفتونا، يا هلا وسهلا، يا مرحبا، في امان الله. واكيد يعني نهى وعبد العزيز يعني رياضات بحريه ممتعه جميله صراحه. البحر جميل بكل حالاته، سواء تجلسين على الشاطئ تتاملين انت والاسره، لو حتى تسولفون ولا تشربون الشاي، فما بالك ايضا الرياضات البحريه اللي بتزيد الوقت متعه وجمال. وطبعا احنا ننصح دائما انه خاصه في السباحه انه لازم الواحد ياخذ اجراءات السلامه في لبس اللايف جاكيت، وانه ما يسبح لحال، وخاصه الناس اللي مش متعودين يسبحون. فنتمنى طبعا السلامه للجميع والاستمتاع بهذه الاجواء الجميله. ومثل ما ذكرت عبد العزيز انه راح يكون في مشروع تطويري كبير في المنطقه الشرقيه وبالذات في يعني في الهاف مون، نستنى زيارتكم عشان تستمتعون معنا باذن الله. والله يا هدى شوفي، اول شيء يعني شكرا على المكان الجميل اللي نقلتي لنا الاجواء الحلوه، لانه شوفي بعد شهر ما تقدرين توقفي الوقفه ذي، استمتعوا بالاجواء دام الجو زين، صح ولا لا؟ صحيح، بتجيكم الرطوبة. صحيح، عشان كذا احنا مستمتعين الحين وكنا مستمتعين قبل. شكرا لك، شكرا لك زميلتنا هدى الغامدي. والله يا حالات رطوبتنا حتى لو كان يحبها. والله ما ادري، بسالك بعد شهر ان شاء الله، ما يخالف. طيب شكرا لك زميلتنا هدى الغامدي من شاطئ نصف القمر، لا تروحون بعيد، فاصل راجع. يا هلا وسهلا فيكم، فقرتنا الجميلة فقرة صحة حياتي اليوم، خلينا نقول تقريبا هو يعني استكمال لحلقة فقرتنا الماضي الأسبوع الماضي لكن بوجه آخر، يعني تناولنا التدخين، اليوم حنتكلم عن المدخن والنوم. يا عبد العزيز، ما جاء في بالك شيء معين أنه مرتبط بالمدخن أو تلاحظها على المدخنين أثناء النوم؟ لا، شغلات كثير يعني. زي إيش؟ تلقينا دائما يصير عندي ضيق تنفس ونايم، صح ولا لا؟ إيه؟ الكحة مستمرة، أعتقد أنه يجي، ويمكن الدكتور صح لنا، يجي يمكن اللي يدخنون بشراهة يمكن يجي فزع لما يصير عنده ضيق في مجرى التنفس، تلقاني يقوم من النوم كذا زي المفجوع، عرفت، يمر بهذه الحالات على ما أعتقد. ما أعتقد أنه ينام نوم طبيعي، لذلك أنا أعرف ناس أقلعوا عن التدخين، فأول سؤال أسأل أقول إيش تغير في حياتك؟ أنا أنبسط لما يقول شخص أنا والله وقفت، يقول يا أخي أول شيء هذا اللي عند اغلب الناس يقول لك الريحه في البيت ما عاد فيه، شيء ثاني يقول يا اخي ارتحت في النوم، سبحان الله، يقول انا مرتاح، تنفسي طبيعي، والله هذا الحاصل الاغلبيه كذا. لو سويتي دراسه عشوائيه على اغلب اللي يقلع عن التدخين يقول لك يا اخي صرت انام زي الناس. انا يمكن لاحظتها وقلت بسال الدكتور عنه اليوم، اغلب الامراض الذبحات الصدريه المفاجئه يعني اللي تجي للمدخنين تجيهم اثناء النوم، عاد ما ادري هل يعني انا معلومتي صحيحه لاني لاحظتها على المدخنين فقط، طبعا كل هالاسئله. المدخن اكثر عرضه يمكن. بالفعل اكثر عرضه للجلطات واغلب الامراض، هذه الاشياء هي اللي حنستفسر فيها من الدكتور البروفيسور محمد الاحمد المتواجد معانا كل اسبوع. حياك الله دكتور، نورتنا، مساء الخير. طبعا موضوعنا اليوم امتداد لموضوع الماضي، ولكن نعم، بجزئيه مختلفه من صحيح، منظور مختلف. احنا نتكلم عن معاناه المدخن في التنفس وفي طريقه النوم، وانا زي ما قلت لك نقلت لك تجربه كثير من الاصحاب. لا الكلام اللي قلته عبد العزيز انت ونهى 100%، وهذا مدعوم بالدراسات العلميه. النيكوتين معطل، النيكوتين المادة الكيميائية الضارة الموجودة بالدخان يعطل النوم تماما، يعطل النوم. وهناك طريقتين لكيف أنه يعطل النوم. النيكوتين أولا هو منبه، فيجعل الشخص لا يستطيع حقيقة أن يستمر بالنوم، وتأتي حالة تقطعات النوم أو اختناقات النوم، وهذا اللي عندما يشعر الإنسان أنه فجأة يستيقظ يقول والله أنا كان إنسان فوقي، صح، أحس في كأن في شيء خانقني. طبيعي، أنت الجهاز التنفسي عندك قد تم تدميره بواسطة هذا الدخان أو الشيشة أو المعسل، هذا أول شيء. الحاجة الثانية، النيكوتين يعتبر يعني مادة يدمن عليها الإنسان، فلها أعراض انسحابية تسمى أعراض انسحابية قصيرة،
خلال فترة النوم لثمانية ساعات هذه تجعل الإنسان يشعر بعدم الراحة. لذلك عندما المدخن عندما ينام ثمانية ساعات سوف يستيقظ كأنه لم ينام أبداً، لا زال تعبان، وهذه واحدة من أهم العلامات. ثمانية ساعات من النوم وتستيقظ من النوم بعد ثمانية ساعات تشعر بعدم الراحة وعدم يعني جسمك ما أخذ القسط الكافي من الراحة، إذن هناك خلل. المدخنين يعانون من الدخان بشكل كبير، وهذا مرتبط بقلة النوم وانقطاعات النوم. الحاجة الأخرى، ودي أتحدث أيضاً عن نظرية تسمى نظرية البوابة، The Gateway Theory، وهذه خطيرة حقيقة، خاصة إن الآن يعني المملكة العربية السعودية تقوم بحملة شرسة ضد المخدرات. النظرية هذه تقول إن التدخين قد يكون هو بوابة تعاطي المخدرات. أوه. اللي يتعاطى المخدرات لا يبدأ مباشرة بتعاطي المخدرات، يجب أن يبدأ بالتدخين أولا. صح. لذلك التدخين استسيغ هي الموضوع. النقطة الأساسية أو البوابة الرئيسية اللي تدخل قد تدخل من خلالها إلى عالم المخدرات، خصوصا المراهقين دكتور. خاصة المراهقين. خليني أقول لكم على هذه نقطة مهمة، دراسة جديدة نشرت من كلية جونز هوبكنز للصحة العامة، هذه أمريكية طبعا، تقول أن تدخين السجائر يزيد من خطر استخدام الشخص للمخدرات طبعا الغير مشروعة. هذه هي نفس النظرية. شوفوا الدراسات وش تقول، نفس الدراسة، شوفوا الإحصائيات التي تخيفنا حقيقة. تقريبا 65% من اللي شاركوا في هذه الدراسة واللي سبق أنهم دخنوا، نسبة تعرضهم لفرضا استخدام الحشيش تزيد 7 مرات، يعني 7 أضعاف اللي يدخن 7 أضعاف نسبة احتمالية أنه يستخدم الحشيش. طيب ماذا عن الكوكايين؟ تزيد أيضا احتمالية استخدامهم للكوكايين ب7 أضعاف، يعني 7 مرات احتمالية استخدامهم لهذه المادة المخدرة. طيب ماذا عن الهيروين؟ 16 مرة الناس المدخنة تزيد نسبة احتمالية استخدامهم للهيروين 16 مرة. هذه دراسة خطير دكتور، مخيفة جدا. إذا نظرية البوابة نظرية علمية وتدعم أن التدخين قد يكون هو الخطوة الأولى لا قدر الله استخدام المخدرات، لأنه سهل إقناعك بأنك أنت يقول لك والله ترى زيد دخان، يعني نفس الموضوع. تدري جاء في بالي كمان عبد العزيز ودكتور محمد، أنه في بعض المقاطع التوعوية لمكافحة المخدرات بين بعض أصلاً أنواع المخدرات يستخدمونها مع الشيشة مثلاً. للأسف الشديد. إيه؟ يعني عالم آخر لا نتمنى حقيقة لشبابنا ولا أحد أن يقتحم هذا العالم. يمكن تحدثنا يمكن الأسبوع الماضي أيضاً عن علاقة التدخين بالنمو، لكن تحدثنا أيضاً أن الجيل الحالي جيل ترى يعاني من قصر القامة. هذه دراسة أيضاً كندية نشرت عام 2008، يعني تقول المراهقين اللي أعمارهم من 12 إلى 17 سنة هذول أقصر طولاً من غير المدخنين ب 2.5 سنتيمتر. أعيدها لك يا عبد العزيز، هذه الدراسة أجريت على أطفال أعمارهم من 12 سنة إلى 17 سنة، يعني من مرحلة سادسة ابتدائي إلى ثالثة ثانوي. ممتاز. المدخنين في هذه الفئة العمرية أقصر طولاً من غير المدخنين ب2.5 سنتي. وهذه فترة النمو عند وهذه هي فترة النمو. النصف سنتي هذا ممكن يدخل الشاب بعد الجامعة فرضاً الكلية الأمنية، الكلية فرضاً الحربية، إذن ممكن تحدد مستقبلك. إذن التدخين سوف يجعلك أقصر. طيب معليش دكتور، وش اللي يصير؟ وش السبب انه ينزل 2.5؟ لها علاقه بالعظام اعتقد. تذكرون عندما تحدثنا كيف عن هرمون النمو، ان الهرمونات خاصه هرمون النمو مهم جدا. صحيح. لهذه الفتره العمريه. صحيح. التدخين سوف يضرب كل اعضاء جسم الانسان بما فيها الغدد التي تفرز هذه الهرمونات المسؤوله فرضا عن الطول. اذا التدخين مدمر الجسم كامل. هل خفتي يا نهى او عبد العزيز؟ هل تدخنين يا نهى أنت؟ لا الحمد لله. لا الحمد لله. ليش طيب أنا؟ أكيد عشان بعدها الأثار اللي تقولها. خصوصاً دكتور اللي يمارس الرياضة ويحبها
لا يمكن. خليني صرت أنا اللي أسألها أنها الرياضة. طيب الرياضة اللي هو النشاط البدني له علاقة بشكل كبير جدا بالتقليل من الإصابة بأمراض كثيرة بما فيها الإصابة بسرطان ماذا؟ الرئة. تمارس النشاط البدني تقل عندك الإصابة بسرطان الرئة. طيب ماذا إذا كان مدخن؟ هذه الدراسة وهذه عجيبة أجريت على المدخنين المقلعين عن التدخين. فاجئني يعني يا دكتور كالعادة. تركوا التدخين ومارسوا النشاط البدني، وأيضا مجموعة ثانية مدخنة مستمرين بالتدخين وهم كلهم يمارسون النشاط البدني. طيب. الدراسة عجيبة هذه وهي رائعة جدا، تقول إن ممارسة النشاط البدني المستمر يقلل من الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخن القديم اللي خلاص ترك الدخان ولدى المدخن الحالي. ولكن استدركت هذه الدراسة تقول إلا أن المدخن حتى لو مارس النشاط البدني لا زال هو عرضة للإصابة بسرطان الرئة بشكل كبير مقارنة بغير المدخن. يعني ما يأخذ الميزة بعين الاعتبار، لن يأخذ الميزات لازم الرائعة للشخص فرضا الغير مدخن ويمارس النشاط البدني. أنا بتذكر سؤال بس لما تخلصي دكتور مهم، تفضل. طيب بالنسبة الآن للطول، يمكن وهذه أنا تركتها سهوا، التدخين السلبي الناس يعني الأطفال نفس الفئة هذه اللي فرضا أطفالنا يجلسون عند الآباء والأمهات أو حتى أقرانهم اللي يدخنون، الطول سوف أيضا يتعرض إلى مشكلة. هذه دراسة أجريت على أطفال أعمارهم من 6 إلى 8 سنوات، وجدت أنهم أقصر طولا، إن التقزم عندهم منتشر بشكل أكبر من الأطفال اللي لا يتعرضون إلى التدخين السلبي. ترى لا يدخنون هذول الأطفال، لا يدخنون، إنما يجلسون عند الأب المدخن، عند الأم المدخنة، عند الناس المدخنة، إذن فقط يستنشقون الدخان من الشخص الآخر. هل سوف يتأثر الطول عندهم؟ للأسف الشديد نعم يتأثر بشكل طيب كبير. طيب دكتور جدا. بس تذكرت حاجة بس عشان نوضحها للمشاهدين، في بعضهم وهذا شفناه كلنا وفي مجتمعنا واضح، في بعضهم يقول لك أنا أروح أدخن في الحمام الله يعزك في هواية في سحب هواء، في بعضهم يقول لك لا أنا أدخل مثلا في غرفة في البيت. فهل التدخين السلبي يكون مباشرة خروج الدخان من المدخن لا مثلا تنفس وأنف مثلا الطفل أو الشخص الموجود، أو حتى من بعيد يأثر سواء في الحمام الله يعزك قصدك فيها بالضبط؟ إيوة، لأن بعضهم يقول لك أنا مثلا في غرفة فيها شفاط ما يأثر عليهم، أو إذا مسكت أجواء التدخين في البيت أثرت بشكل كامل. هل هو خايف على أولاده الآن؟ هو المفترض أنهم يكونوا طيب خايفين. هو يفترض أولا أن يخاف على نفسه، صحيح، أو يعني أولا أنت ثم أطفالك، أنت الأهم بعدين أطفالك. لكن جيد حقيقة الشخص، يعني أنا أحترم الأشخاص المدخنين اللي يدخن حقيقة، يذهب خارج البيت ويدخن يقول خلاص أنا أو خارج المطعم ثم يدخن، يحترم الناس الغير مدخنة، صحيح، سواء الأقارب أو غير الأقارب، والله نرفع لهم العقال. لكن أيضا أنتم والله نحن نحبكم، ترى يعني التدخين سوف يضرك أنت، يعني نحن نتحدث عنك أنت وليس الآخرين، وهذا أدبا منك أنك لا تدخن أمام أطفالك، وأدبا منك لا تدخن عند زملائك وأصحابك. عندي سؤال مهم، في ديباجة كذا نسمعها ما أدري صحيحة ولا لا، أنه بعض الأطباء يقول الكبير في السن لما يوصل عمره 70-75 وهو مدخن يقول خلاص الحين أنت لو أقلعت عن الدخان حتجيك أعراض انسحابية يمكن تسبب في وفاتك، هذه المعلومة صحيحة؟ سمعتها يمكن دكتور؟ هذه نعم، هذه يعني متداولة. أيه؟ احنا عندنا 70 انه خلاص يعني شوي حتتعب وليش يعني باقي لي شوي، لكن 70 في الدول المتقدمة فرضا، خلينا ما نقول الدول المتقدمة، نحن من الدول المتقدمة، صحيح، حقيقة خلينا الدول سبقتنا الغربية تقدما، خلينا 70 يعني 70 هذا متقاعد عنده سيارة يعني كلاسيكية، سيارة فارهة، ويستمتع بالحياة ويسافر في كل مكان. لماذا نحن نحكم على 70 ولا 60؟ لا جسمه ما يتحمل الأعراض الانسحابية، يتحمل. الدخان مدمر، يمكن بعض الأحيان، وهذه الرسالة دائما نكررها، التدخين لفترات طويلة 30-40 سنة قد دمر معظم أجزاء الجسم،
يعني حتى لا يريدون الأطباء أن ينقذونك لكن لا يستطيعون، لا يوجد رئة حقيقة كاملة حتى تتنفس التنفس العادي، التنفس العادي هذا اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياه كنعمة أنت لا تستطيع أن تقوم فيه إلا بواسطة الأجهزة التي تساعد على التنفس. لذلك خلاص يعني لا يستطيعون أن يحلون أي شيء، لأن التدخين في الأخير ما ترك شيء للأطباء إلا أبادة حتى يصلحونه. صحيح صحيح. لذلك لا نصل إلى هذه المرحلة، لا نصل سجارة واحدة يوم واحد لن يؤدي إلى أي شيء، لكن معظم المدخنين ترى هي سنوات 30 سنة 35 سنة ثم انظر إلى هذا الجسد والله مدمر. صحيح. من الداخل. بالفعل كل شكر لك البروفيسور محمد الأحمد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدري، دائما تمتعنا وتفيدنا بهالمعلومات اللي تقدمها، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. حننتقل وياكم مشاهدينا لواحد من الأخبار الجميلة، حيث وقع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبد الرحمن الفضلي اتفاقية شراء عدة طائرات استمطار السحب، وذلك في مقر الوزارة في مدينة الرياض. حنشوف تفاصيلها مع الزميل فيصل العمير. أطلقت المملكة برنامج استمطار السحب قبل فترة وجيزة، وها هي اليوم تدخل المرحلة الرابعة من هذا البرنامج من خلال توقيع اتفاقية لشراء طائرات خاصة للبرنامج الإقليمي لاستمطار السحاب. نشهد اليوم توقيع اتفاقية فريدة من نوعها لشراء 4 طائرات متخصصة لعمليات الاستمطار، تعتبر هي الأحدث من نوعها اليوم على مستوى العالم، وطائرة متخصصة في مجال الأبحاث وهي تعتبر برضو الأحدث على مستوى العالم. يعتبر الاستمطار الصناعي تقنية لزيادة كمية ونوعية الأمطار باستغلال خصائصها وتحفيزها لهطول الأمطار. المرحلة الرابعة اليوم في مراحلها، الحمد لله حققنا نجاح بشكل يتجاوز 97% على الكفاءة التشغيلية الخاصة بعمليات الاستمطار. شهدت ما شاء الله تبارك الله المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية كميات أمطار تقديرية، اليوم نتكلم على 3 مليار متر مكعب، وإن شاء الله اليوم الفريق البحثي والمراكز البحثية في طريقها لعمل إحصائيات وتحليل البيانات والرفع بنسب الكفاءات التشغيلية للعملية بشكل عام على المنطقتين الوسطى والجنوبية. يهدف البرنامج إلى زيادة هطول الأمطار، كما يسعى إلى تقليص الرقعة الصحراوية وإيجاد مصادر جديدة للمياه. لقناة السعودية فيصل العمير، الرياض. حياكم الله من جديد. ومع الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات أصبحنا نرى العديد من المتعافين الذين استطاعوا أن يظهروا معاناتهم أو يظهروا معاناتهم السابقة ويتحدثون عنها دون خوف. هل هذا التواجد يعتبر إيجابي أم سلبي؟ وهل له آثار على المتعافين ومن يشاهدهم؟ للإجابة على هذه الأسئلة نرحب بضيفنا في الاستوديو أستاذ حمد بن مشخص رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب. حياك الله أستاذ. يا هلا وسهلا، وأتشرف أن يكون معكم. يا مرحبا. بداية السؤال الأهم والبارز في هذا الموضوع، شاهدنا بعد هذه الحملة كثير من القنوات تستقطب المتعافين من إدمانهم للمخدرات، هل تعتقد بأن هذا الظهور إيجابي للمتعافي ولمن يستقبل رسالته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التوعية للشباب والمراهقين هي توعية لفئة حساسة، ومتى ما قامت على أسس علمية وأسس منهجية فهي تؤدي بإذن الله الهدف والغرض منها، ومتى ما قامت على الإثارة والعشوائية فهي تنقلب إلى نتائج عكسية. ظهور المتعافين من المخدرات في مراحلهم الأولى هو سلبي بتاتا، ولا يمكن أن يؤدي رسالة إيجابية إذا كان ظهورهم هو ظهور للشهرة وظهورهم بأسمائهم ومعلوماتهم الكاملة وبوجوههم،
فممكن أن يظهرون بدون أسماء وبدون ظهور أو وجه لهم حفاظا على خصوصيتهم وحفاظا أيضا على المجتمع من الآثار والنتائج السلبية العشوائية للظهور. شاهدنا ظهور بعض المتعافين في مواقع التواصل صحيح. أو في وسائل الإعلام وبأسمائهم وكأنه يعني أصبح منجز لديه كبير جدا، وهذه من أعمال التوعية السابقة، سياسة خاطئة ولها نتائج سلبية. ومن أبرز السلبيات أن المتعافي في مرحلته الأولى وهو يتصف بالاندفاعية الزائدة ولا زالت عنده آثار الإدمان، فتقدم رسالته رسالة قائمة على الإثارة ورسالة قائمة على الاستعطاف، وممكن أن تؤدي رسالة سلبية للمراهق بأنك ممكن ترى تقع في المخدرات وترجع طبيعي وممكن تشتهر وتنتشر. لذلك رأينا بعضهم يعني حريص جدا على اللقاءات التلفزيونية وينسق ويتابع. الأمر الثاني أنه معرض للانتكاسة، وهذا موجود دائما في وسائل دائما من يتعرض إلى الشهرة والظهور الإعلامي ينتكس بأكثر مما يكون لديه مجهولية في الاسم والظهور الإعلامي، فهو احتمال كبير. وهذا أصلا موجود يعني في علاج الإدمان، أن الانتكاسة تعتبر يعني نسب عالية في المراحل الأولى وهو لازال في مرحلة الأولى، فما بالك إذا كان يجمع ملايين المتابعين في مواقع التواصل ويصبح مشهور ثم ينتكس. إذا لدينا انتكاسة كاملة للرسالة التي تم تأديتها. الأمر الثالث وهو لابد يعني أن نعلم نحن في مجتمع أصيل ويقوم على عادات وعلى تقاليد، وهناك متضررين آخرين من ظهوره بمعلومات قد تسيء له في مجتمعه وفي أسرته وفي أفراد أسرته. وأيضا من تجارب، وأنا يمكن أتعامل مع المدمنين من حوالي 21 سنة، من تجارب كثير من المدمنين اللي ظهروا في قنوات فضائية الآن يندمون على ظهورهم، وخاصة عندما يكون لديه أبناء وذرية فهو يذكر بأنه ندم على ظهوره باسمه الصريح ولا زالت مقاطع تنتشر. إذا كان هناك جانب توعوي ممكن أن يستغل فيه المتعافين فهو وجه للمدمنين والمتعالجين في مستشفيات إرادة وعلاج الإدمان. ثانيا ممكن أنه يظهر في القنوات الفضائية ولكن بدون معلوماته الكاملة، بدون اسم وبدون ظهور الوجه، لأنها سلبية عليه وسلبية أيضا على المتلقي الآخر. ولا بد أن تضبط الرسالة المقدمة من المتعافين حتى لا تتحول من توعية إلى ترويج، لأنهم يتصفون بالاندفاعية وحب الإثارة ولا زالت آثار الإدمان لديه. دمك ذكرت هالمواصفات اللي يطلعون فيها، لعلهم يظلون في جزء من غير وعيهم، أنا أتوقع خصوصا لما يلاقون تعاطف الناس وتحفيز المجتمع لهم، ما تتوقع أنهم في هالحالة يحتاجون لرقيب لو من بعيد لبعيد يجبرهم على عمل الخطوات الصحيحة في هالموضوع؟ بالتأكيد علاج الإدمان علاج مستمر، ولذلك يعني الانتكاسة فيه نسبها عالميا عالية صحيح، فلا بد أنه يهتم بعلاج نفسه قبل أن يهتم بالبحث عن الشهرة. فبعضهم تجد أنه اتجه إلى نحو الشهرة، ويمكن أحد المتعافين الآن مثلا بدأ يبث في تيك توك لساعات متواصلة، وهذا دلالة على أنه انتكس، وهذا يعني أسلوب خاطئ في أن ممكن أن نعرضه للأضواء مباشرة وللشهرة ونجعله مثال أمام الشباب وقدوة في كل القنوات. تسمح لي أستاذ حمد، كأني فهمت قصدك أنه بدال ما المتلقي أو المقبل على الإدمان بدال ما يشوف الشخص مر بحالة عصيبة بعد الإدمان، شافه مشخص وقاعد قدام الكاميرا ولا كأن عنده مشكلة، فكأن الموضوع سهل يبدو للمدمن. أنا ممكن يعني أذكر لك أحد الأخطاء التوعوية هو استغلال المتعافين في رسائل مباشرة للمراهقين، وهذه من تجارب سابقة. المملكة في مرحلة التسعينات كان لديها حملات مكثفة ولكن كان هناك أخطاء، فلا بد أن نستفيد من هذه الأخطاء. أنا رصدت 10 أخطاء سأستعرضها سريعا في التوعية للشباب والمراهقين عن المخدرات. أول الأخطاء هو التوعية المكثفة عن نوع واحد فقط، فلدينا الآن خطأ وهو أن نوعي عن الشبو، وهذا من الماضي. كنا نوعي عن الهروين الهروين الهروين، وفي الجانب الآخر
بدأ الشباب يتساهلون في تعاطي الكبتاجون والحشيش. لذلك لابد أن نقول لكل ورسالتي للأسر والشباب والمراهقين، المخدرات كلها ضارة، المخدرات كلها تؤدي إلى آثار مدمرة للفرد وللأسرة وللمجتمع. هذا أول غلط. هذا أولا. الثاني هو الألفاظ التجميلية التي تذكر أثناء الحديث، فبعضهم يقول المخدرات تبدأ بنشوة ولذة وتنتهي بكارثة، المراهق يهتم بالنشوة واللذة وسينسى الكارثة، لذلك نبتعد عن الألفاظ التجميلية في التوعية المخدرات. الثالثة هو المخدرات، التوعية عن مخدرات غير منتشرة، تجدها منتشرة في دول العالم، فنجد توعية مكثفة جدا وهي غير منتشرة لدينا، فلا بد أن تتوازن مع حجم الاستهداف الذي لدينا. بس عفوا أستاذ أحمد، خلينا نوقف عند هالنقطة، مو المفروض أنها دامنها منتشرة عالميا حتى لو أنها مي معروفة عندنا برضو نوعي عشان ما تدخل في الظلام ما نشوفها؟ بالتأكيد صحيح، ولكن ليست توعية مكثفة. أوكي. نحن كان لدينا توعية مكثفة على المخدرات الرقمية وغير موجودة في المجتمع السعودي، فبدأت الأسر تشكك وتسأل وتبحث، وأبناءنا يبحثون وفي المواقع زي اللي فتحوا عيونهم، فبدأنا كأننا نصدق أن في مخدرات رقمية وهي غير موجودة مخدرات رقمية. فبالتأكيد نعم نوعي، ولكن بالضبط والاتزان. اللي بعدها ذكر معلومات وقصص عن بدايات المخدرات، يعني النوع الفلاني كان يستخدمه الفلاني ولم يضرهم، أو كان يستخدم طبيا ثم الآن تم تقييده، فهذه لا تنفع للمراهقين ولا تنفع للتوعية المجتمعية. التعميم بأن المخدرات منتشرة والإحصائيات التي تذكر على المخدرات هذه مضرة جدا، وبعضها تقوم على أشياء غير صحيحة، فكأنك تقول للمجتمع ترى المخدرات خلاص انتشرت استسلام، يعني ما لا أبدا، الحمد لله إنه في بلد الأمن والأمان ولدينا جهود ومكافحة وعمل. نعم، وتحت السيطرة، وهذا شايفينه صراحة. نعم. حساب مكافحة. نعم. المخدرات. ثم أذكر موضوع أن نعرض تجارب المتعافين اللي تحولوا إلى مشاهير، ثم بعدها استخدام مشاهير غير إيجابيين أو غير مثقفين. نعم مشهور وغير مدمن، ولكن غير إيجابي، ينشر مثل ما ذكر ممكن هو يتكلم عن المخدرات وهو يدخن مثلا، أو يظهر في مشاهد تعاطي، أو ممكن لديه سلبيات أخرى، أو غير مثقف يأتي بمعلومات قد يقول مصيبة. نعم قد يقول مباشرة يقول المتعاطي هذا غير صحيح. اللي بعدها نشر صور إغرائية عن المخدرات، نجدها في مواقع التواصل وفي قنوات وفي وسائل الإعلام وفي وسائل التواصل، يتكلم عن المخدرات بتوعية وتحذير، ثم ينشر صورة جميلة لشخص يدخن مثلا الحشيش، فهذه تكون سلبية جدا على المجتمع. اللي بعضها وهذه موجودة في المعارض التوعوية، وهي أنا أنادي حقيقة أن يتم إيقافها فورا، وهو عرض أنواع المخدرات أمام الشباب وأمام النشأ، أن يأتي معرض توعوي ويقول هذا الكبتاجون وهذا الحشيش. ليش؟ لأننا نتعامل مع فئة حساسة، المراهق من مواصفات المراهق حب التجربة والإثارة، فأنك تستعرض أمام مواد لم يتعرض فيها وهو في بيئة غير معرض لها في العرض المباشر، ثم تعرضه أمامها. الأمر الثاني، لا يمكن أبدا أن تحصي أنواع المخدرات في معرض الكبتاجون لوحده، عدة أنواع وعدة مسميات، ولو جلسنا نتابع المروجين والمهربين في مسمياتهم لأشغلنا أنفسنا فيما لا ينفع. طيب أقول لك شيء أستاذ أحمد، معلش، على موضوع اللي هو عرض أنواع المخدرات، يعني أنا أقول لك مثلا من القصص اللي شفتها، من واحدة من الأمهات عرفت عن ولدها بسبب هذه التوعية أنه قاعد يستخدم في الملحق، فكانت يعني نقطة إيجابية أنها تعرف وش هذه القطعة السوداء، أنها شافتها وشافت الأدوات وشافت، فهل ما تتوقع لها جانب إيجابي في طيب الموضوع؟ خليني أبي أقولك وكلامك في المجمل، لكن إذا وصلت الأسرة في تعاملها مع ابنها أنها تتعاطى معه على أني أكتشف إيش يتعاطى، فأنا وصلت إلى مرحلة متأخرة. دور الأسرة من الأساس هو أني أحمي وأوقي وأقي وأعزز الرقابة الذاتية لديه، لكن حاليا أن يكون التوجه نحو اكتشفوا ابنكم المتعاطي، اكتشفوا ابنكم المتعاطي، إذن أنا أهملت المقدمات. الانحراف والمخدرات والانحرافات الأخلاقية لا تحدث بين يوم وليلة، يسبقها مؤشرات، وغالبا الأسرة لها دور في هذه المؤشرات. آخر من العشر هو البحث عن الإثارة والشائعات المغلوطة في المخدرات، فكثير مما نراه وبعض المقاطع الصوتية التي تصيح عن المخدرات أو إثارة أو عشوائية لا تؤدي الغرض، فنحن نحتاج إلى توعية وانتشار، نعم في التوعية قوي، ولكن عبر تخصص وعبر قوة الضبط للتوعية وعبر عمل منهجي قائم على دراسات وعلى عمل مقنن، وأن لا أوعي مراحل غير معرضة مثل من يتحدث أمام الابتدائي
بمعلومات لا تصلح أن تقدمها في المرحلة الابتدائية أو يتحدث أيضا في المراحل الأولى من المتوسطة. يجب أن نعرف من نقدم التوعية له وكيف نقدمها بأي أسلوب وفي أي بيئة، لأن بعض البيئات تختلف عن البيئات الأخرى، فلا بد أن نقنن التوعية حتى نضمن تكاتف الجهود، لأن المخدرات لا تقوم على عمل مكافحة مخدرات ضبط أمني فقط، تقوم على أن نضبط العمل الوقائي والتوعوي، تقوم على أن نضبط وسائل الإعلام وما تبثه. بعض المسلسلات التي تبثها وسائل الإعلام تروج صراحة أو غير مباشر للمخدرات والمؤثرات العقلية، فإذا ما تم ضبطها فأنت كأنك في يعني إناء مشقوق، مهما عملت لن تنجح. ثم أيضا ضبط المتعافين وما يقدمونه، ضبط مواقع التواصل وما يقدم فيها، ضبط الأسلوب التربوي في الأسرة نفسه، وأن يكون لدى الأسرة وقاية ومعرفة وتثقيف لأفرادها، وتحميل أيضا الأسرة مسؤولية ومهمة جدا، تحميل الأسرة وتحميل المدمن، وعدم البحث عن أعذار في التربية وتكون غالبا أعذار واهية، لابد الأسرة أن تتحمل المسؤولية حتى تنجح بإذن الله مكافحة المخدرات. إذن لابد أن تكف بعض وسائل الإعلام من استقطاب المتعافي بهذه الطريقة، لابد من إخفاء الهوية، إخفاء الاسم، يعني لابد من ظهور علامات الندم وأنه عانى الأمرين في موضوع فترة إدمانه، مش بالطريقة هذه اللي الوردية اللي يشوفونها الناس إنه كأن الرجل طالع كأنه بطل يعني. فهذا كلام صحيح بالتأكيد، وأنا ممكن ختاماً بس دقيقة فقط، أنا ممكن أرسل رسالة لي في المحاضرات وفي المدارس وفي المجتمعات وفي المنتديات وفي وسائل الإعلام، ابتعدوا عن الضيوف السلبيين، السلبيين في التوعية عن المخدرات، وهم سريعا هم المتعافين من المخدرات الذين لا يوجد لديهم ضبط في الوسيلة التوعية، ولا يمكن أبدا يقدم التوعية إلا بعبر دورات تدريبية مكثفة لهم وتكون موجهة للمتعافين في المستشفيات. أصحاب السوابق اللي ممكن يستعرض السابقة ويقول أنا كنت فحط وكنت 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 والآن اهتديت، فالمراهق يهتم بي البدايات. ذوي النظرة السوداوية عن المجتمع لا تستضيفونهم بتاتا، الذي يتحدث أمامك وكأن في كارثة ومصائب في المجتمع حدثت وتحدث وانتبهوا. فنحن نحتاج إلى عمل وقائي وقائم على الإقناع والعقلانية. الغير مدركين للواقع، بعضهم يتكلم عن المخدرات وهو لديه ليس لديه أي واقع عن الفكرة صحيح. نفسها غالبية مشاهير مواقع التواصل لا يصلحون للتوعية واستخدامها، من استضافته تقود إلى سلبيات أخرى. لا يمكن استضيف شخص في هيئته أو شكله يقود إلى سلبية أخرى أخلاقية وهو يوعي عن المخدرات. وأيضا الباحثين عن الشهرة يجب إيقافهم حتى لا يتم استغلاله. ثم أيضا من يعتمدون على الشائعات وغير التحقق ويتكلم في إحصائيات ودراسات، وممكن كل كلامه يعتمد على وكالة يقولون، فهذه عليها مخالفة. نعم. ومن يتحدثون بإثارة وبحث عن الشهرة عن طريق استضافة وعن طريق مواقع التواصل ويتكلم عن المخدرات وكأنها كارثة حلت ولا بد. فالحمد لله نحن في الحمد لله في وطن عزيز وأمن وأمان، وحكومتنا بفضل الله قادرة على الضبط وقادرة على السيطرة، وشبابنا متى يعني. نعم، وشبابنا ترى متى ما وجدوا الوعي والتثقيف فهم من أفضل الشباب على العالم، ولكن نحتاج أن نتحدث معهم بأسلوب يليق بهم ويقدم لهم التوعية. هذه الرسالة، شكرا لك. شكرا، الله يحفظكم. الله يعطيك العافية. ضيفنا الأستاذ حمد بن مشخص، رئيس مجلس إدارة جمعية التوعية الوقائية للشباب، شكرا جزيلا لك أستاذ حمد. مقدر لكم، شكرا. الله يتم علينا دائما السلامة يا رب. أكيد مستمرين معاكم، لكن فاصل قصير وراجعين لكم مواضيعنا. حياكم الله من جديد. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهم الله، يطلق مركز الملك سلمان لإغاثة الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني الشقيق عبر منصة ساهم. للحديث أكثر عن الحملة والطلائع التابعة للحملة معنا على الهاتف المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة دكتور سامر الجطيل. حياك الله دكتور. حياك الله أستاذ العزيز، الله يحييك أستاذ نهى وحييكم وحي المشاهدين الكرام. حياك الله، يا مرحبا. يعني يقوم مركز الملك سلمان للإغاثة بأعمال إنسانية كثيرة، كلمنا عن آخر المستجدات مع الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني. حياكم الله. لا يخفاكم أن القيادة الرشيدة وجهت بالبدء بحملة شعبية سعودية لمساعدة الأشقاء في السودان جراء الأزمة الأخيرة.
هذا التوجيه السامي الكريم أتى تلمسا لاحتياجات الأشقاء والأصدقاء، وعادة القيادة الرشيدة تتلمس هذه الاحتياجات وتكون أول المبادرين لدعم هذه الاحتياجات، وكان هناك عطاء ودعم سخي لهذه الحقيقة لهذه الحملة، وكذلك توجيه سامي الكريم فتح باب المشاركة المجتمعية من خلال حملة شعبية في على منصة ساهم. نعم. جميل. دكتور دمك ذكرت منصة ساهم، يعني ودنا كمان نتعرف إذا في حسابات أخرى وطرق ثانية ممكن للسداد والتبرع فيها. نعم، منصة ساهم هي منصة رقمية التي يقوم عليها مركز الملك سلمان وتقوم باستقبال التبرعات وتنشر الفرص والاحتياجات وفق مشاريع محددة. يستطيع أي شخص أن يدخل على هذه المنصة ويتبرع ببطاقات مدى أو بطاقات ائتمانية أو أبل باي. هناك كذلك رقم حساب لحملة السودان موجود على أحد البنوك، يستطيع أي شخص أن يودع مباشرة. هناك التطبيق الذكي أو تطبيق الأجهزة الذكية والذي يمكن تحميله وتتبرع من خلاله لمنصة ساهم. طيب. هناك الرسائل النصية موجودة كذلك. ممتاز. المزودين يستطيع أي واحد أن يتبرع من خلاله، وكذلك يمكن التواصل مباشرة مع مركز الملك سلمان الرقم المركز في حالة وجود أي استفسار. طيب ممتاز. دكتور خلينا نتكلم عن الإحصائيات، آخر الأرقام، آخر الطلائع الغاثية المتطوعين لهذه الحملة. إذا أحببت أستاذ عبد العزيز لعلي أذكر الاحتياج الإنساني في السودان ثم أعرج على ما تفضل. تفضل. الاحتياج الإنساني في السودان للأسف أن تقرير 2023 لمكتب تنسيق العمل الإنساني في منظمة الأمم المتحدة يشير على أن عدد المحتاجين في السودان يتجاوز 15.8 مليون نسمة، وهم في حاجة إلى كل قطاعات العمل الإنساني من غذاء وإيواء ومياه وصحة البيئة وتغذية وكذلك مساعدات صحية. للأسف أن تكلفة هذا الاحتياج في عام 2023 عالية جدا، 1.7 مليار دولار تقريبا. أتت هذه الأزمة الأخيرة لتفاقم من هذا الاحتياج وتزيد الوضع الهش هشاشة وتفرز الحقيقة إخفاقات أثرت على المشهد الإنساني بشكل كبير جدا. من أهمها خروج 60% من المستشفيات عن الخدمة في الخرطوم، ولاية الخرطوم نزوح حوالي 500 ألف يعني من عدد من الولايات تركزهم في العراء الآن وهم بحاجة إلى أهم المساعدات. انطلق الجسر الجوي الآن الحمد لله عز وجل، وصل إلى 5 طائرات بالتعاون مع وزارة الدفاع سلاح القوات الجوية الملكية. وصل إلى الآن 50 طن من المساعدات التي شملت المساعدات في قطاع الغذاء وال 5 طائرات حتى الآن مساعدة صحية. نعم 5 طائرات 50 طن. نعم تحمل 50 طنا. وصلت إلى بورت السودان، تم تحميلها من خلال الشركاء وإيصالهم خلال الطرق البرية لأماكن تواجد الفئات الأكثر احتياجا، أماكن تواجد النازحين. سوف يستمر هذا الجسر حتى نحقق أهداف هذه الحملة التي وجه بها سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. سيكون هناك جسر بحري بإذن الله عز وجل يوازي الجسر الجوي لإيصال هذه المساعدات. ودائما الموقف الإنساني والرسالة الإنسانية حاضرة بالمملكة العربية السعودية. شكرا للمتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيري، الله يبارك جهودكم يا رب. طبعا ننتقل احنا وياكم لزميلنا عبد الله السلمي، واللي حيكون له قصة مع عبد الرحمن العطاوي، شاب أنشأ مشروع يقدم أطباق الضيافة المدينية بصورة حديثة ومعاصرة، طبعا عشان يحقق هدفه في الحفاظ على العادات الاجتماعية القديمة في المدينة المنورة. ننتقل لزميلنا عبد الله السلمي. يسعد مساك يا عبد الله، عطينا فكرة المشروع أطباق الضيافة وما يمنع ترسل لنا منها أنا وعبد العزيز الزملاء هنا. أهلا نهى، مساء النور، أرحب فيك وبالزميل عبد العزيز وبكافة مشاهدينا عبر قناة السعودية. طبعا مفهوم المقاهي في منطقة المدينة المنورة بدأ يختلف، بدأت العديد من المقاهي تجمع بين الماضي والحاضر في صورة نمطية جميلة مثل ما ذكرتي فعلا بهالمشروع المقهى اللي نتواجد فيه الآن اللي يقدم الضيافة المدينية القديمة بصورة حديثة ومعاصرة. للحديث أكثر عن هذا المشروع وكيف قدر
يجمع بين الماضي والحاضر في صورة معاصرة. نسعدنا أن يكون معنا في هذا النقل المباشر مالك المشروع أو مالك المقهى الأستاذ عبد الرحمن العطاوي. أستاذ عبد الرحمن يسعد مساك وأهلا وسهلا بك على شاشة كل السعوديين شاشة القناة السعودية. أهلا وسهلا فيك أخوي عبد الله، أتشرف فيكم وبزيارتكم وسعيد بالظهور على القناة السعودية. أستاذ عبد الرحمن، بداية كيف استلهمت هالفكرة بإنشاء هذا المشروع اللي جمع بين أصالة وعراقة الماضي وحداثة الحاضر؟ بكل أمانة أنا من سنوات طويلة مهتم بالشاه المديني كجزء من الضيافة المدينية، وكانت فكرة تحويل هذا الاهتمام إلى نموذج عمل تجاري كانت تدور في بالي سنوات، حتى وجدت الفرصة بعد يعني وجود الرؤية ووضوح رؤية واضحة بدعم الثقافة المحلية عندنا ودعم المنتج المحلي، قدرنا أنه نصنع هذا النموذج بحيث أنه يكون نموذج عمل يجمع الضيافة المدينية بشكل عام، الشاهي، المخبوزات المدينية، الحلويات المدينية، كيف إحنا ممكن أن نقدمها ونأخذها من الأصالة من التراث الأصيل عندنا إلى الطريقة الحديثة المناسبة للجيل للزوار لفئات أخرى. جميل أستاذ أحمد، لضيق الوقت وباختصار شديد، من الفئة المستهدفة من خلال هذا المشروع؟ والله إحنا نستهدف فئات كثيرة، الفئة الأساسية هم الشباب بالذات، كيف نعرفهم على ثقافتهم الأصيلة. الفئة الثانية فئة الزوار والسياح اللي فيه توجه كبير لزيادتهم، فيمرون هنا بتجربة مدينية جميلة. جميل، يعطيك العافية أستاذ عبد الرحمن. عبد العزيز ونهى، إذا تسمحوا لي، معنا هذا البطل هو فارس ابن الأستاذ عبد الرحمن. فارس، إيش أكثر شيء أو أكثر منتج يعجبك هنا في مقهى أبوك؟ بصراحة من الحلويات التوتة. ايش هي الحتوت؟ تعرف المشاهدين عليها. هي فرنش توست لكن بخبز الفتوت. يا سلام، يعطيك العافيه وبالعافيه ان شاء الله. الله يعافيك. اذا عبد العزيز ونها، كما سمعتم وشاهدتم، الهدف من انشاء هذا المشروع هو تعرفه الاجيال بثقافه الضيافه المدينيه بطريقه حديثه ومعاصره. هذا كل ما لدينا في هذا النقل، نعود لكم في الاستوديو بالصوت والصوره. شكرا زميلنا عبد الله السلمي واكيد ضيفك الكريم، الله يوفقك مشروع. احنا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، حنشتاق لكم لبكره، وما انسى اشكر مصممة عباتي رون عبايه، وشكرا لك عبد العزيز. شكرا لك يا نهى، موعدنا معكم ان شاء الله يتجدد غدا، كونوا في الموعد. السلامه.